السلام عليكم الشيف. واهلا وسهلا، رحبوا معايا بعد السيد هذا وعايش في كندا وقال لك يناضل. واش ما قالوش لك بان النضال راه تضحيه؟ انت دابا هربتي ومشيتي خديتي جنسيه كنديه وخارج كتحرض في المغاربه، وكل مره تستضف واحد حتى واش معمر حتى شي واحد يقدر يستضفك، وحنا غنستضفك اليوم. وغنقول لك اودي، الا بغيتي الا كنتي ضد الفساد وكنتي كتناضل، وناضل من المغرب، ماشي تهرب لكندا وتاخذ جنسيه كنديه وتبقى علينا كل مره تخرج لنا بشخصيه تقولنا هذا فاسد هذا فاسد، زعما انت مالك؟ اودي تحياتي للمهاجرين المتجنسين معتقلي الحقد والكراهيه.